أعزائي المشاهدين، مشاهدي ومتابعي جريدة أهل مصر في كل مكان، معكم أحمد القواسمي من محافظة قنا وبالتحديد من قرية النواهض بمنزل أسرة الطفل عبد الله، أول مولود في عام 2024 في على مستوى جمهورية مصر العربية. كلاكيت ثالث مرة مش تاني مرة هنا في مركز أبو تشت. العامين الماضيين عام 2022 و2023 كان أول مولود على مستوى الجمهورية من مركز أبو تشت من قرية المحارزة، ولأول مرة طبعا قرية النواهض تسجل أول مولود على مستوى الجمهورية في عام 2024 باسم عبد الله كرم عبد الله حسين بغدادي. طبعا زي ما شايفين حضراتكم جد الطفل يحمله زي ما حضراتكم شايفين معانا في البث المباشر. تفاصيل أكثر عن يعني هذا الحدث الكبير طبعا في بداية العام الجديد 2024 نعرفها طبعا من عم الحج عبد الله حسين بغدادي، جد طبعا الطفل عبد الله الذي سمي على اسمه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف بحضرتك أكثر وكلمنا يعني عن المولود عبد الله حسين بغدادي. أهلا وسهلا عمار. نحن سمينا عبد الله كرم عبد الله حسين بغدادي على اسم جده، فطلع المولود ولد، فقال أبوه كرم يا بابا سمي المولود كرم عبد الله. يعني أبوه هو اللي قال سموه عبد الله على اسم حضرتك. أبوه اللي قال سموه عبد الله على اسم حلو. تمام. كلمنا يعني عن البداية، عرفتوا إزاي إنه هو أول مولود في عام 2024 على مستوى الجمهورية؟ والله إحنا بلغنا الأستاذ هارون. الأستاذ هارون اللي هو. الأستاذ هارون طبعاً صورنا له البطاقة بتاعت أمه مرتين وبتاعت أبوه مرتين وصورة القسيه مرتين وديناها للأستاذ هارون. تمام. يوم 31 يوم 31 يوم 31 12. تمام. فجاء الاستاذ زهرون وداهم قال يا ابني اكتب اول السنه الجديده. تمام. فالصبح الساعه 7 اتصل علي وقال لي ابنكم اتكتب اول السنه الجديده الساعه 12 ودقيقه على جمهوريه مصر العربيه على مركز ابو تشت. جميل. ده اول ما عرفتوا بيه. ده اول ما عرفنا بيه. مرحبا بك انا هارون احمد سيار عايد الشهر هارون ابو الباشا. اهلا وسهلا استاذ هارون. كاتب اول مكتب صحه ابو طشت. اهلا وسهلا بحضرتك. وخدمه للناس كلها على مستوى المركز الحمد لله. وبنشتغلوا 17 ساعه في 24 ساعه في العمل من الدكتور علي نور الدين مدير الاداره الصحيه والدكتور محمد هارون والقطاع الصحي بالكامل كله يعني ناس يعني بيساعدونا على ايه عمل الخير. كلمنا عن تفاصيل كتابة عبد الله. كتابة المولود جاب له هو طبعا اتولدت يوم 26 على ما جو من العيادة الخاصة اللي هم ولدوا فيه كان الورق ناقص، استكمل الأوراق يوم 31 فأخذت الأوراق ورحت وديته مكتب الصحة ونشكر الأخ أحمد نور الدين كاتب مكتب الصحة اللي هو كاتب المولود. يعني هو ما سجلش في الوحدة الصحية في القرية. لا، مكتب صحة أبو طشت. مكتب صحة أبو طشت. عشان أي ولادة قيصرية طبعا بتسجل خارج البلد في المكان اللي تولد فيه. تمام. وطبعا هو تولد في أبو طشت، نحن سجلناه في أبو طشت. تمام. ما تسجلش هنا في القرية. دي تعليمات الوزارة. طيب. حضرتك عرفت ازاي ان هو اول مولود؟ اول مولود عشان انا ما عرفتش المركز ودخلت على المواليد لقيته نازل الساعه 12 دقيقه. الوزاره هي اللي يعني متصل بالوزاره فهي اللي ايه؟ مكتب الصحه ما عرفتش بتاعته. اعلنت ان هي ان هو نازل 12 دقيقه بالظبط. تمام. معنا طبعا يعني احد اقارب المولود، اول طفل مولود في عام 2024 على مستوى الجمهوريه. نتعرف بحضرتك. عبد المنعم عز الدين. اهلا وسهلا. السلام عليكم. مدرسه النواهض. اهلا وسهلا مدير الله يعزك الله يخليك. كلمنا يعني عن يعني عبد الله وفرحتكم بمجيء عبد الله وخاصه يعني في بدايه عام ميلادي جديد. طبعا اولا ميلاد عبد الله كان فرحه بالنسبه للعيله يعني طبعا يعتبر وكانت فرحه اكبر لما بشرنا طبعا بانه هو من مواليد 1/1/24 ويعتبر اول مولود على مستوى الجمهوريه في ذلك التوقيت، فكان ده لي فرحه كبيره طبعا جدا عندنا يعني. تمام. استقبلتوا الخبر كان ازاي وخبر يعني انه هو كونه الاول على مستوى طبعا الاتصال بدا من الاستاذ هارون على جد المولود الحاج عبد الله، فطبعا بعد كده الحاج عبد الله بشر الباقي طبعا بانه عبد الله الصغير ده من مواليد 2024 ويعتبر اول مولود على مستوى جمهوريه مصر العربيه في ذلك التوقيت،
فده كان لي فرحه كبيره طبعا مع الجميع لدينا. تمام جميل. نرجع مره ثانيه طبعا لعم عبد الله الكبير طبعا. الله يعزك الله يخليك. كلمنا يعني عن فرحه والده بمجيئه الاول قبل ما هنتكلم طبعا، وفرحته ثاني بانه هو ابنه عرف انه ابنه هو الاول على مستوى الجمهوريه. كان فرحان جدا جدا، حتى كان عاوز ينزل من الكويت عشان فرحه ابنه. فانا قلت له خليك ازاي هتنزل، احنا ادينا سدين وادينا موجودين في البلد. وكان فرحان جدا. كلمنا احنا فرحانين اكثر. هو يعني هو اكيد لي فرحه طبعا في انه بالمولود نفسه، وفي فرحه بانه هو الاول على مستوى الجمهوريه. هو اللي فرحتين. فرحه فرحتين. فرحتين بيه برضه. فرحه بيه لما سمعنا انه على الجمهوريه اول واحد على الجمهوريه. وبعد كده فرحه بيه لما نزل من بطن امه عرفناه ولد. يبقى فرحتين. اكيد طبعا. ابوه فين وشغال ايه؟ والله ابوه في الكويت. شغال في الكويت. شغال في الكويت ها. تمام. طيب يعني كلمنا يعني عن مراحل ولادته او المراحل اللي مرت بيها امه زي كده. والله بالنسبه لامه الحمل بتاع امه كان واعر عليه، كان جامد يعني. كانت تاخذ علاجه كده. فكنا متابعين مع دكتور. لغايه ما ولدت ما عرفناش لا ولد ولا بنت. لغاية الدكتور ما ولدها قال مبروك عليكم ولد. تمام. فقال أبو عبد اتصل قال سموه عبد الله. ده سماه ليه؟ ايه اللي خلاه يقول سميه عبد الله؟ مبسوط باسم أبوه. باسم أبوه. فرحان بأبوه. اعتزازا وحبا وحبا لبيله من أبوه. أكيد طبعا. طيب يعني كلمنا، هل هو الابن الوحيد ولا معاه أبناء تاني؟ لا معاه بنت كبيرة 12 سنة اسمها شاهد كرم. ومع ولد اسمه يوسف كرم 6 سنين. ربنا يخليه. وديت جاء بعد 6 سنين. ده اخر عبد الله. ده يعني حصل توقف في الحمل لمده سنة. فاكيد كان لي يعني ده لي فرحه خاصه يعني. الدور من الكويت ودي الدكاتره ودي يمين ودي شمال الكلام ده يعني. وربنا كرم فاخذ دور وطلعت حامل. يعني عايزين امنياتك لعبد الله بتتمنى له ايه في المستقبل؟ الله يتمنى له كل الخير، كل الخير والسعاده، وربنا يخلي لامه وابوه، وربنا ان شاء الله يجعله ولد مبروك، وكل سنه وانت طيب. حضرت الله الصحة والسلامة. نرجع مرة ثانية للأستاذ هارون، طبعا يعتبر يعني أول مرة طبعا حضرتك يبقى يعني من تحت إيدك أو من تحت تسجيلك إنه يبقى أول مولود على مستوى الشتاء. ده الثالث اثنين المحاردة واحد النوار. يعني حضرتك برضه كنت مسؤول عن تسجيل بتوع المحاردة. أنا مراجع مكتب صحة أبو طشت. مراجع مواليد وفيات 38 وفي صحيح. فكل حاجة عندي إيه؟ خلفية عليه. يعني حضرتك مراجع على جميع الكتبة اللي هم في الوحدات 38 وحدة أنا برجع لهم مواليد وفيات. يعني كده أبو تشت للمرة للكلاتيت ثالث مرة. وإن شاء الله للنهاية إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. ومعانا قادة بالصلاة على النبي يعني مدينا الثقة في نفسيني وبشجعونا على عمل الخير.